مع الناس مع مقداد الحميدان. أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم أسعد الله مساكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الناس. طبعا وفد برلماني وصل إلى البصرة الثلاثاء الماضي، وقف على معاناة أهالي البصرة، ونتمنى أن هذا الوفد يستمر بزياراته للمدن ويضع الحلول والمشاكل، وهذا شيء يعني نلمس كشعب احنا بداية جيدة للبرلمان العراقي، وانطلاقة يعني تحسب للبرلمان العراقي بأنه يصل إلى البصرة يقف على المعاناة. لكن احنا عندنا مشكلة بالتنفيذ. الآن راح ينفذ البرلمان العراقي، السيد العبادي بنفسه وصل راح إلى البصرة، وأيضا هو يعتبر سلطة تنفيذية وراح إلى البصرة ووصل ومعه صلاحيات سماها السيد العبادي بالصلاحيات الكافية للصرف، وحسب ما يقال كان 482 مليار، نصف تريليون مخصصة للبصرة ومعالجة لمشاكل المياه. إلى حد اليوم أعتقد أن التسمم أو حالات التسمم وصلت إلى أكثر من 80,000 حالة تسمم. طيب وين المعالجات؟ السيد فالح الخزعلي يذكر في تصريح إلى اليوم يقول ماكو حلول واقعية. وفد المرجعية اللي غادر البصرة ذكر، السيد أحمد الصافي ممثل وفد المرجعية ذكر أنه لا يمكن أن تكون هناك حلول إلا بمساعدة حكومية، لأن المشاكل متراكمة من 15 سنة وانت جاي، وماكو صرفيات للبصرة، والحكومات المتعاقبة اللي جت على البصرة ما أعتقد اهتمت بهذا الموضوع أو صرفت صرف يعني بأمانة لمثل هذه المشاريع، ولم تكن هذه المشاريع نصب عيونهم. يعني اليوم أنت لو تروح إلى البصرة ما تجد ذاك التطور غير المدينة الرياضية وأربع جسور انبنت من كان عبد الله عويز من بناهن، الكل يذكر هذا الموضوع. أكو شيء جديد بالموضوع؟ لا ماكو شيء جديد. وضع البصرة لا يقل شأنا عن كل ما يتمر به المحافظات العراقية، سواء كربلاء وجدنا هذا الشيء، وكثير من المسؤولين في كربلاء يتحدثون عن مثل هذا الموضوع، عن الوضع المأساوي أيضا. ولا يقل شأنا عن الأنبار، ولو أن البارحة مدير الوقف السني وخطيب جامع الدولة الكبير في الأنبار تحدث في خطبة الجمعة وكان موقف يحسب إلى أنه انظروا إلى البصرة هي الاقتصاد، البصرة مظلومة، البصرة محرومة، البصرة أولا، وهذا موقف يحسب، والبصرة قبل الأنبار هذا موقف يحسب. لكن أيضا أعتقد أن السيد الرئيس البرلمان الجديد المنتخب الشاب يعني يعلم ما تمر به الأنبار، لأنه أيضا كان محافظ للأنبار. نأمل من السيد الرئيس المجلس النواب أن يذهب بزيارة إلى الموصل ليقف على حال الموصل، ونأمل بأن يذهب بزيارة إلى صلاح الدين ويقف على وضع صلاح الدين المأساوي ووضع النازحين اللي ما راجعين إلى الآن، ووضع بعض المناطق اللي السيطر عليها بعض الفئات للأسف الشديد، ولا زال موضوع الخاوات يمشي مع هؤلاء سواء من الشرطة الاتحادية وغيرهم. ربما أتحدث في نهاية الحلقة عن موضوع، إلى الآن إحنا نمشي يعني أعتقد إحنا ما أعرف بيا زمن في زمن لا دولة، أن إلى اليوم شرطة اتحادية وبعض المحسوبين على الحج الشعبي إلى الآن يأخذون خاوات من الناس، اللي يريد يفتح محل ما يقدر يفتح محل، لأن الجماعة لازم يأخذون خاوة، وإذا عندك محل لازم تنطي اشتراك شهري، مشترك أنت كعوالك، إحنا بزمن حزب البعث زين، تدفع اشتراك شهري 25,000 والبيت يدفع 10,000، وكأنما هو مسوي من نية عن ناس مقعدهم، مو كأنما هي منطقتهم وبيوتهم. للأسف الشديد هذا الموضوع يحصل إلى الآن في بعض مناطق صلاح الدين. رسالة إلى السيد رئيس البرلمان أولا باعتباره منتخب، وإلى معالي السيد وزير الداخلية، وإلى السيد رئيس الوزراء،
اللي ملتهي الآن بالاجتماعات مع حزب الدعوة. المهم أنا راح أسلط الضوء على زيارة الوفد البرلماني للبصرة وش راح يقدم من حلول الوفد البرلماني للبصرة، مع ضيفي النائب يحيى المحمدي عن محافظة الأنبار، كان من ضمن الوفد المرافق للبصرة، والنائب أيضا عن الوطنية. الوطنية أستاذ يحيى، لو أي تحالف الآن، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك يا أستاذ مقداد وبمشاهديكم الكرام، حياك الله. النائب عن الوطنية وعن أي تحالف؟ النائب عن محافظة الأنبار وحاليا عضو في المحور الوطني. ها، نائب عن المحور الوطني، حياك الله أستاذ. الله يحييك. خلي نكمل الحوار لكن بعد فاصل قصير نكمل. مع الناس مع مقداد الحميدان. مرة أخرى بالكرام مرحبا بكم أستاذ يحيى، مرحبا بك النائب عن تحالف المحور، مرحبا بك. خلي أبدي وياك أستاذ يحيى، رحت للبصرة مع السيد رئيس البرلمان. أنا ما أعتقد أن بيتكم عصا سحرية، لكن أول شيء سولفنا اللي شفتوه وبعدين نتحدث عن الحلول. وطبعا بالمقابل ايضا لازم وقفه مع الانبار ومع الموصل ومع صلاح الدين ومحافظه محافظه، تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا منذ اليوم الاول لانعقاد جلسه البرلمان العراقي لعام 2018، اول مساله تم اتخاذها من قبل رئاسه المجلس هو الذهاب الى مدينه البصره، هذه مدينه الخير، المدينه العزيزه على قلوبنا جميعا. وياتي هذا القرار بعد ان حدثت مظاهرات في هذه المدينة المباركة، مدينة الثروات، مدينة الخير، بوابة العراق إلى البحر. وكنا نتألم حقيقة عندما نرى الأبنية الحكومية تحترق والمظاهرات تشتد يوما بعد يوم. لذلك مجلس النواب العراقي ذهب بوفد كبير، أكثر من 50 برلماني يمثلون محافظات العراق، ذهبنا للوقوف على واقع الحال لهذه المدينة المهمة، والبدء بعملية متابعة ومراقبة وإشراف لانتشال هذه البصرة المدمرة، هذه البصرة التي تعاني الإهمال الحكومي سواء كان من الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية، وكذلك سطوة الأحزاب الفاشلة ومافيات الفساد داخل هذه المدينة التي تئن حقيقة على ضفاف البحر. وجدنا مدينة فيها من الخراب لا يعلمه إلا الله، الجميع تفاجأ بحجم العشوائيات المتواجدة على الطريق الرئيسي الرابط بين المطار وبين مدينة البصرة. البصرة تعاني من انعدام مياه الشرب، تعاني من الخدمات، تعاني من الإهمال، رغم اللجان التي شكلها رئيس الوزراء العبادي، ولكن لحد هذه اللحظة لم يتقدم هذا الملف خطوة واحدة إلى الأمام. لذلك عقدنا اجتماع مع الدوائر الخدمية وكذلك مجلس محافظة البصرة ومحافظ البصرة ونائبيه، وأيضا النواب عن محافظة البصرة، وأيضا كان هناك ممثلين من وزارة المالية ووزارة التخطيط أيضا حضروا هذه الجلسة، وتم اطلاعنا على تفاصيل المريرة وتفاصيل المحزنة والمؤلمة ولواقع البصرة التي تعاني منه اليوم. السبب منه الآن بهاي كل المأساة؟ عندنا يعني 80,000 الآن حالة تسمم وصلت اليوم الإحصائية في البصرة. يعني أستاذ مقداد، احنا نتكلم بكل أمانة وحيادية، أنا باعتقادي السبب هو يعني العمل المتراكم أو العمل الفاشل المتراكم، يعني منذ 2003 ولحد الآن، رغم ما أن البصرة تأخذ تخصيصات أكثر من باقي المحافظات بسبب البترودولار، وهذه نسبة إضافية تأتي من الموازنة، ولكن بسبب تعاقب الحكومات الفاشلة على هذه المدينة المهمة سببت هذا التراكم وتعقيد المشهد، والذي يحتاج إلى ثورة كبيرة جدا، سواء كانت ثورة في محاربة الفساد أو ثورة إدارية لأغلب الإدارات الفاشلة داخل المحافظة، وأيضا ثورة متابعة من قبل البرلمان. وإن شاء الله تعالى أنا متفائل خيرا حقيقة بالهمة
العالية التي يمتلكها رئيس البرلمان وأيضا نواب عن مختلف المحافظات لما يعني يرونه من أن البصرة هي بصرة الخير، بصرة الثروات، والتي ينعكس وضعها الاقتصادي أو الخدمي على باقي المحافظات، وإن شاء الله سوف تكون هي الأولى في المتابعة والمراقبة من أجل الارتقاء بخدماتها. طيب أنتوا رحتوا مع السيد رئيس البرلمان بطلب قدم من النائب السيد فالح الخزعلي، يعني سمعتوا مبررات؟ أنت اليوم أنت اشتغلت عضو مجلس محافظة، الوضع في البصرة أفضل من الأنبار الآن بعد تحرير الأنبار من داعش، أم أسوأ اللي شفته؟ ما أعتقد أنا ما صار 80,000 حالة تسمم بالأنبار. أستاذ مقداد، البصرة هي ليست بأسوأ من الأنبار، ولكن هي بأسوأ بعشرات المرات عن محافظة الأنبار في كل شيء حقيقة. يعني أنا انصدمت، يعني الأنبار سيطر عليه تنظيم داعش الإرهابي قرابة 4 سنوات، عمليات عسكرية، وتدمرت البنى التحتية بالكامل، ولكن بجهود الإدارة المحلية وبجهود المخلصين من أبنائها عادت الأنبار وعادت أفضل من قبل. ولكن هذه البصرة التي لم تحدث لها فيها عمليات عسكرية وتأخذ موازنة ضعف أو أضعاف الموازنات التي تعطى لباقي المحافظات، ولكن البؤس والحرمان والإهمال الذي تعاني منه البصرة جعلت البصرة هي في المقدمة. لذلك لا يمكن أن يكون هنالك مقارنة بين البصرة وبين الأنبار، وأنا أدعو حقيقة الحكومات المحلية أو الإدارة في البصرة بزيارة الأنبار ويقارنون أنفسهم بالأنبار. لذلك أعتقد اليوم يعني من واجب الإعلام ومن واجب كل الناس الخيرة داخل الدولة العراقية بأن ينتبهوا إلى البصرة وينقذوا أهل البصرة وينقذوا شعب البصرة الطيب، هذا الشعب الذي لم يقدم له أبسط الخدمات، والسبب ليس في الشعب وإنما السبب في الحكومات. هنالك فساد واضح جدا تكلم به الوفد الحكومي وتكلم به كثير من ممثلي البصرة، سواء كان من مجلس المحافظة أو من نواب البصرة. كل هذه المؤشرات، وكذلك سوء بالإدارة، حقيقة هناك أيضا سوء بالإدارة واضح جدا في البصرة. فالبصرة تحتاج إلى انتشال، تحتاج إلى استنفار كل الجهود، تحتاج إلى وزارات، بأن تذهب هذه الوزارات إلى البصرة وتعمل معايشة داخل البصرة، الوزير والمدراء العامين. مو على أساس السيد الرئيس البرلمان يأخذ ويا وفد وزاري ووزير الموارد المائية ووزيرة الإسكان احنا ذهب معنا استاذ مقداد، ذهب معنا يعني المستوى الاول بوزاره الماليه، اي متمثل بالمدراء العامين، هو اهم شيء الماليه، الفلوس يمهم غير اهم شيء بالضبط. وذهب معنا ايضا وكيل وزير التخطيط، وذهب معنا رئيس هيئه المستشارين في الحكومه الحاليه، وتكلموا حقيقه بكلام يعني يصدم، انه سبب هو الخلل الإداري الموجود داخل البصرة، وكذلك الفساد. يعني لحد الفرة يعني مالتنا أو الجولة مالتنا داخل البصرة لم نرى أي مشروع، يعني مثل ما تفضلت سوى مشروع الجسور، أربع جسور والمدينة الرياضية، ماكو مشروع غير. أما الإهمال واضح جدا. البصرة يعني بيئة البصرة غير صالحة للسكن، بيئة البصرة غير صالحة للسكن، وأسبابها متعددة، يعني منها الماء ومنها الهواء الملوث ومنها يعني كل يعني تفاصيل الحياة اليومية كلها تؤثر على بيئة البصرة، والبصرة هي ثاني أكبر محافظة. السبب أيضا الفساد، هنالك فساد مستشري داخل تفاصيل البصرة وبدون معالجة. يعني هنالك قلة خبرة في إدارة الموارد، في إدارة المشاريع، وهذا ما تكلم به رئيس هيئة المستشارين. لا توجد هنالك خطط، لا توجد هنالك إرادة، هنالك تشخيص فقط ولكن بدون حلول. الوضع يصدم داخل البصرة بشكل يعني حقيقة لا يمكن أن أحد يصفه سوى الذي ذهب إلى هنالك وشاهد. طيب، حجم الخراب والدمار والإهمال في مدينة البصرة. جميل. الآن أكو فساد، أنتوا وقفتوا على شيء مهم، أكو فساد، زين الفاسدين منو؟
وش راح يسوون؟ راح تسوونهم انتم كجهه رقابيه هسه، ما راح اقول لكم كجهه تنفيذيه، لا كجهه رقابيه ايش راح تسوونهم؟ يعني كسيد رئيس برلمان انت تقول لي اكو فساد، اي منو الفاسد؟ شو استاذ مقداد، انت تعرف بان احنا يعني كنواب جدد لمجلس النواب العراقي، وافتتحنا اول مهامنا بزياره البصره للوقوف على واقع حال البصره، لذلك سوف لن نسمح ولن نقبل بالسكوت على الخلل الموجود سواء كان بالبصرة أو باقي المحافظات. شكلت لجان لتقدم هذه التوصيات بعد الوقوف على المشاكل الحقيقية وسبل معالجتها، سوف تقدم إلى جلسة يوم الثلاثاء القادم بإذن الله. جميل. وسوف تكون هنالك يعني مراجعات ومتابعات حقيقية. جميل. السيد رئيس المجلس عندما اصطحب معه وزارة التخطيط واصطحب معه وزارة المالية، لأنه يعرف يقينا بأن هاتين الوزارتين هي وزارات مهمة، الأولى هي ترصد الأموال وتخصص الأموال وهي المالية، والثانية هي التي تخطط، لأن لا يمكن أن يتم بإنشاء أي مشروع إلا بعد استحصال الموافقات الأصولية من وزارة التخطيط. جميل. لذلك هذه الوزارتين سوف تكون أيضا جزء من الحل، وسوف نتابعها بأنفسنا، ورئيس البرلمان من حسن يعني حظ البصرة وحظ العراق حقيقة، هو كان يعمل محافظا ويعرف كل دهاليز وتفاصيل المحافظين والمحافظة بالتحديد، لذلك سوف هذه النقطة أو الخبرة سوف تساهم جميل. تقديم أفضل الخدمات للبصرة وباقي المحافظة. جميل، سأعود لك أستاذ يحيى، لكن أنتقل إلى فاصل ثم نكمل أحبتي الكرام مستمرين معكم، لكن بعد هذا الفاصل. مع الناس مع مقداد الحميدان. مرة أخرى عبد الكرام مرحبا بكم، النائب عن تحالف المحور الأستاذ يحيى محمدي مرحبا بك. أكو فساد بالبصرة وأنتم وقفتوا على هذا الشيء، لكن الآن من سيحاكم الفاسدين واللي تسببوا هذه الجريمة كبرى بحق الشعب؟ أكو إبادة حسانة، أكو إبادة جماعية بحق البصرة اليوم، منو راح يحاكمهم؟ منو راح يقدمهم؟ ذولا المقصرين، ذولا الفاسدين، هسه ما مو الا فاسد، يجوز هو مقصر في عمله، خليه يتقدم للقضاء على مود الشعب يوقف من التظاهرات، واليوم ماكو عتب معناها بهالحاله احنا على ابناء البصره بان يطلعون تظاهرات، بغض النظر اكو مندسين كذا، هذا بحث اخر، لكن اليوم ماكو عتب اليوم على الشباب من يطلعون يتظاهرون يطالبون بابسط حقوقهم، اذا انت بالفاصل زين تقول لي حي بالانبار عندنا ما عندنا حي بالانبار انبار مثل البصرة، زين وانتو طرحتوا من حرب داعش، تفضل. يعني طبعا استاذ مقداد الفساد هو مستشري في كل مفاصل الدولة العراقية سواء كان بالحكومة المركزية او بالمحافظات، ولكن في البصرة النتائج يعني الملموسة والواضحة هي هذا عنوانها الواضح، لذلك متظاهري البصرة عندما يتظاهرون كشباب وشياب وشيوخ وصغار وكبار حقهم، لأن يشوفون يعني مستقبلهم إلى المجهول، يشوفون في 15 سنة هذه البصرة أم الخير ولم يقدم لهم أي مشروع حي، وأبسط هذه المشاريع هي الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ماكو خضار، ماكو أشجار، ماكو معالم حياة في هذه المدينة اللي رغم يعني قربها من البحر، رغم شط العرب، رغم كل الأنهر داخل البصرة، ولكن يعني الإهمال واضح بعدم وجود محطات للتحلية، للتصفية، لإيصال المياه الشرب، لذلك يعني الوضع البيئي والوضع الإنساني للبصرة وضع خطير. طيب. خطير للغاية. فالمظاهرات اللي حدثت حقيقة يعني كانت يعني نتيجة طبيعية للإهمال الموجود. جميل، خلي انتقل للنائب عدي عواد، النائب عن تحالف الفتح محافظة البصرة، مهندس عدي مرحبا بك استاذ عدي. حياك الله.
حياكم الله. الله يحييك. اجاكم رئيس البرلمان للبصرة وجدكم المدراء من التخطيط ومن المالية وراها ايش راح يصير للبصرة؟ ايش راح يعني المي، مشكلة المي لا زالت مشكلة على قولتنا احنا بالبصرة نقول عويصة، مو ما محلولة. مشكلة مشاكل انتشار الامراض لا زال، التسمم لا زال، الحالات مال التسمم قاعد تزيد، ايش راح يصير؟ تفضل. نعم، بالبداية راح أبيك لجميع الأخوة المشاهدين. حياك الله. والله الحقيقة أنا أحسي من مرارة، يعني ما زالت البصرة تراود مكانها، وما زال الوضع ما شاء الله، وما زال المياه المالحة والمياه الملوثة، رغم الزيارات المخلوقية التي مع الأسف بدون فائدة للساده المسؤولين والوزراء. وأنا أتكلم بمرارة بكل حشد، الزيارات الاستعراضية وإلقاء خطط ومؤتمرات بدون أن تكون لها أي فائدة. الحقيقة قلت إنه ما تدري إنه تشكيل هيئة الرئاسة حديثا كانت أول أعمالها اليوم الثاني بعد ما تخلص هيئة الرئاسة، يعني تم القدوم إلى البصرة للاطلاع على الواقع المساوي لهذه المحافظة، وتم اتخاذ مجموعة قرارات. تدري ثمان النواب هو جهة تشريعية ورقابية، من جانب الرقابة هنا وجدنا هناك خلل وهناك تقصير وهناك من يحاول إطالة الأزمة ويحاول أن يعبث في أمن هذا البلد، وهناك ما ينتظر انفجار البصرة يعني انفجار العراق. وبالتالي وجدنا أنه وزراء أصلا ما يستحق يكون في الرأس مع الأسف، يعني هو وما ولا يستحق أن يكون في هذا المنصب. وبالتالي من أصبحت أزمة البصرة تفاجئنا بأسلوب وتعامل مع الأزمة بكل استخفاف وبكل وعد، وأكيد ولا يبتعد المستمع والمشاهد اللي هذا أكثر منه وزير المواد المهنية طبعا، ووزارة الصحة ووزارة البلديات ووزارة المالية التي تعمدت على تأخير الإطلاقات المالية. وبالتالي ما وصلت إليه البصرة من الحكومة الآن مثل ما تدري هي حكومة منتهية الولاية وتتصرف كأنها يعني مجرد تحاول يعني مجرد قضاء وقت حتى تتسلم الحكومة الجديدة. لكن نحن كنواب البصرة يوم الثلاثاء المقبل طالبنا وحضور الوزراء الموارد المائية ووزارة الصحة ووزارة البلديات، وسوف نكون لهم ان شاء الله وسوف نطالب طيب بإقالتهم فورا لتقصيرهم في حل أزمة البصرة. طيب هو الإقالة ما تفيد لأن هو مخلص الوقت مالهم، يعني بس أريد أوقف على نقطة مهمة. ضيفي هنا النائب يحيى المحمدي يقول إحنا ما عدنا حي واحد بالأنبار، رغم أنبار دخل لها داعش واحتلها ودمرها، يقول ما عدنا حي بالأنبار مثل ما بالبصرة. يعني إيش قد الوضع ما يساوي، لكن من السبب الآن؟ الحكومة المحلية لو الحكومة المركزية؟ من السبب؟ والله اثنيناتهم أخي العزيز اثنيناتهم مقصرين بأداء مهامهم باتجاه البصرة. البصرة لحد الآن تعاني من إهمال وتعاني من عدم وجود إدارة محلية ولا إدارة مركزية قادرة على حل الأزمة، مع العلم أنها أزمة ليست بكبيرة على العراقيين الذين عرفوا قدرتهم على حل الأزمات، لكن هناك محاولة لخفض الأوراق، محاولة لتسجيل الوضع في البصرة. وأتكلم بصراحة لو أنا موجود بالعملية السياسية أو تخرب، هي هاي بين قصتي لجاي يصير بالبصر. أكو فساد؟ طالبنا بسرعة التوجه باتجاه تشكيل حكومة جديدة حتى على الأقل نشغل لنا بواحد ونعرف وين رايحين، لأنه الآن الاحتياط بصراحة الوضع يبقى بالبصرة على هذا الحال راح تتصاعد حدة الأزمات، راح تطلع مظاهرات يجوز أعلى من المظاهرات اللي طلعت في الأيام السابقة. أكو فساد وأكو فاسدين، ذولا ما راح يتحاسبون لأن هم السبب اللي ما آلت إليه اليوم البصرة باختصار. تفضل. يعني مع الأسف لحد الآن فساد الفاسدين مع الأسف هم متمسكين بمناصبهم ومتمسكين ببعض الأماكن القيادية التي تؤثر على مصدر القرار. يعني أنا قلت لك أنقلة حارقة في البصرة، يعني اليوم أمس صارت هناك بعض المتنشرين الفاسدين عند بحيرات أسماء يتم قطع المياه عن مناطق القبة ومركز البصرة حتى يوجه الماء إلى بحيراته، يعني تصور الشيء.
هذا الآن تلقاه مسؤول في الدولة وعليه ولديه لكن لديه حزب وذلك يكون لديه سطوة مع وهذا هو بحد ذاته يعني جريمة تجاوز مرحلة الفاز بالمسلمين فهذه جريمة بحق الإنسان. أنا أغذي الأسماك مالتي على حساب مناطق شاسعة من البصرة وفي كل استخفاف يعني يقول لك البصرة تعاني من عدم وجود دولة جميل وحكومة ما موجودة كل الفاسدين والذين لديهم أحزاب قوية مسيطرة على الوضع يحاولون أن يعيشون في هذه المحافظة العزيزة ويريدون أن يصل الوضع إلى لا بدون إلى نقطة الصفر ولا نقطة لا رجعة بصراحة. جميل. الجهات الآن بالبصرة تحاول تجيد الوضع إلى نقطة لا رجعة. جميل. المهندس عدي عواد التميم النائب عن تحالف الفتح كنت معي، شكرا جزيلا لك وشكرا لانضمامك. أعود لك أستاذ يحيى. الآن رجعت من البصرة، السيد رئيس البرلمان استغرب من شاف وضع البصرة بصراحة، إيش قال؟ يعني طبعا أكيد سواء كان لا بينكم وبينه، هسه أنت ما تسولف لي شنو راح يحكي حساب الإعلام، أنا تابعت، لكن بينكم وبينه شنو قال لكم بصراحة؟ يعني اكيد هو مثل ما انا شخصت انه هو شخص ايضا والجميع شخص، حتى الان استاذ عدي هو ابن البصره ايضا احنا متفقين جميعا. كان وياكم ابو مازن ايضا محافظ، ابو مازن مشتغل محافظ اكيد طبعا يعني الذي يسمع موت الذي يرى ويسمع. احنا عندما ذهبنا سمعنا وراينا، وكانت هناك مداخله حقيقه لابو مازن محافظ البصره محافظ صلاح الدين، صلاح الدين السابق السابق، وهي من حسن الصدف انه صباح العيداني محافظ وابو مازن قبل اسعد العيداني عفوا اسعد أي. اسعد العيدان أي. محافظ، وابو مازن كان محافظ صلاح الدين أي. والسيد رئيس مجلس النواب استاذ محمد الحلبوسي ايضا كان محافظ الانبار يعني كان الجبوني ما راح وياكم؟ لا ما راح ويانا زين. والمحافظين هم يعني اشتغلوا في السنوات الماضيه في لقاءات مستمره في بغداد من خلال الهيئه التنسيقيه وما الى ذلك، ف يعني الجميع يعرف يعني الجميع، لذلك احنا يعني شو مداخله ابو مازن شنو ابو مازن كان من ضمن مداخلاته يعني اشار الى مساله وهذه المساله ايضا مؤشره وذكرها ايضا حتى استاذ عدي مافيات الفساد وذكرها حتى بعفويه، قال يعني احنا نتمنى ان يعني يتغير واقع الحال سواء كان بالخطاب او بالاداء، وحتى نقول للمافيات اللي موجوده بالبصره انه اتركوا البصره يعني اتركوها 6 شهور اتركوها سنه الى ان البصره تتعافى، يعني البصره يكون يعني وضعها نوعا ما طبيعي ومن ثم نذهب الى التطوير والتنميه وما الى ذلك. وبعدين رجعوا يعني طلب مطلب يعني مبكي ومضحك في نفس الوقت، فهذه احد اسباب وضع البصره هو المافيات. نعم. احد اسباب البصره هو التنافس الحزبي و الغير ايجابي بصراحه على البصره واهل البصره. نعم. الفساد المستشري والضعف الاداري او الاهمال الاداري الواضح. جميل. جدا جميل. وبالمقابل ايضا هذا يوازيه ايضا ضعف حكومي. طيب الحكومه انت وين كنتي طيله السنوات على الاقل الاربعه الماضيه؟ نعم. انت وين كنتي في السنوات الماضيه عندما كان هنالك مشاريع يعني عملاقه يعني يشرف لها الاموال ولكن غير موجوده على الارض الواقع؟ فبعض المقترحات يعني طرحت من البعض وكذلك من رئيس هيئة المستشارين، وأنا حقيقة يعني أعجبت بهذا الطرح، ولكن هذا يحتاج إلى تبني، إنه قال إحنا نروح إلى الماستر بلان، يعني مخططات شمولية لكل المحافظة، نجيب شركات أجنبية وتمسح مدينة البصرة، لأن مدينة البصرة هي أم الخير وأم الثروات وموقعها الاستراتيجي وضعها كل تفاصيلها تساعد على أن يعني نستعين بشركات أجنبية، لأن الشركات المحلية أو الكوادر المحلية لا يمكن أن تتقدم بالبصرة. أنا على الشيء اللي شفته واللي سمعته لا يمكن أن البصرة تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام إذا بهذه الآليات وبهذه الأدوات نتعامل. نحتاج شركات أجنبية تأتي وتنفذ على الأرض بكوادرها بمهندسيها بإداراتها من أجل أن ننتشل البصرة، وألا البصرة تبقى من سيء إلى أسوأ. جميل. خلي أنتقل إلى النائبة عن دولة القانون النائبة صفاء مسلم بندر عن محافظة البصرة. أستاذة صفاء مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا أستاذة صفاء، أنت أيضا كنت عضو مجلس محافظة، ويعني أحس أكو عدم تناغم أو تفاهم بينكم كحكومة محلية
عندما كنت أنت عضو مجلس محافظة، الآن أنت نائبة عن البرلمان، بينكم كحكومة محلية وبين الحكومة المركزية أكو فساد في مجلس المحافظة أدى بالبصرة إلى ما هي عليه الآن من حالات تسمم، من وضع صحي سيء، من وضع بيئي سيء، مي شرب هذا المي يعني الآن هذا ما ينقطع هذا المي لازم، شنو الأسباب؟ وأنت على دراية وقرب من الموضوع، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، بداية موضوع اللي استجد في البصرة هو مو جديد الحقيقة، مشروع موضوع ملوحة المياه في محافظة البصرة. موضوع الملوحة يحتاج إلى مشاريع استراتيجية اتحادية، وأنتم كما تعلمون إحنا منذ عام 2014 ولحد الآن لم تستلم البصرة مخصصاتها من تخصيصات المالية الاتحادية ومن تخصيصات البترودولار والمناطق الحدودية. فكيف يمكن تحل مشكلة مثل مشكلة الماء والسد ومشاريع التصفية؟ هذه مشاريع عملاقة استراتيجية تحتاج تمويل اتحادي. المبالغ ما استلمت لمحافظة البصرة. أنت كما تعلم المشكلة الأخيرة اللي حدثت في المحافظة وبعد المظاهرات وما بعد عملية الحرق وتصاعد الوتيرة مالتها ما بعدها كل الأحداث، يلا استلم محافظ البصرة 229 مليار من استحقاقات من المنازل الحدودية. 229 لو 109 محافظ البصرة أن ينفذ هكذا مشاريع استراتيجية تؤدي بتغيير الحالة نحو الأحسن، يعني تحسين الماء وتحسين عذوبة الماء وتحمية الماء. هذه المشاريع مهمة تحتاج أن تتدخل الحكومة الاتحادية ووزارة الموارد المائية. 109 لو 229 229 اي، وهذه كانت مخصصة للشركات. وزارة التخطيط اعتقد دازة به كتاب تخصيصي مطالبات للشركات كانت. لا، هي هذه من خطة المنافذ الحدودية. اي، احنا عندنا القانون يجيز ان تعرف انت قانون البترودولار 5% الى المنتج، واحنا محافظات منتج اليوم. محافظة البصرة تستشق الدخان والأبخرة اللي تستعد من النفط وليس لديها ماء. ما ممكن يا أخي اليوم بترودولار تاخذ محافظة البصرة استحقاقات من هذه المبالغ اللي تستطيع أن تمضي في سبيل أن تنفذ هكذا مشاريع. يعني إحنا اليوم أكثر المتضررين من دخان النفط والأمراض علينا فوق راسنا، وكل هاي والحكومة ما نعطيتنا شيء. أحسنتم. وهذا الموضوع من اليوم ولا السنة. أنا جاي أحدد لك أقول لك منذ عام 2014 لحد الآن، هذه السنة الخامسة، نقول 4 سنوات مضت علينا. نعم، الآن الحلول شنو؟ أكو حلول مطروحة الآن واقعية؟ موضوع الماء أكو حلول الآن واقعية مطروحة لو بس سوالف إعلام؟ واقعا مجلس النواب العراقي عقد جلسته الأولى في محافظة البصرة كما تعلمون. نعم، وهذا بحد ذاته هو إنجاز لمحافظة البصرة ورسالة أنه مجلس النواب يقف مع مطالب محافظة البصرة لحصولهم على الخدمات الضرورية. وهناك يعني جملة من القرارات والمقترحات اللي طرحت في هذه الجلسة اللي كان هنا هو تدوير الأموال المخصصة لمحافظة البصرة. تدور هذه الأموال لغرض معالجة المشكلات وأن لا ترجع إلى الحكومة الاتحادية. هذا بحد ذاته إنجاز يتيح مجال للحكومة المحلية أن تناور بالمبالغ المتاحة لها لغرض تخصيصات مشاريع هكذا مشاريع. جميل. الأستاذة صفاء مسلم بندر النائبة عن محافظة البصرة، شكرا جزيلا لك. نعم، من بجلسة البرلمان القائمة. أعود لك أستاذ يحيى الآن. البصرة بالمقابل أنت اليوم نائب عن الأنبار وأنت أخبوك 9000 أو أكثر، مو تمام؟ شنو عندكم خطة الآن لجمهوركم أنتوا اليوم كنواب عن الأنبار؟ اتفقتوا الآن أنتوا جقد 15 نائب، الأهم شيء أنتوا متفقين بيناتكم 15 لو مثل ذيك الدورة كل واحد بجهة.
يعني اولا احنا اليوم نواب نمثل العراق جميعا، يعني اليوم احنا تحت جميل هذا الشيء ما نختلف عليه، لكن جمهوره كم يريد منك؟ اكيد طبعا احنا نعم. اكيد يعني اضافه الى مسؤولياتنا داخل قبه البرلمان شيء اكيد سنتابع ملفات محافظاتنا. يعني الحمد لله نعتقد هذه الدوره في الدوره الحاليه بالنسبه لنواب محافظه الانبار اعتقد هنالك تجانس كبير جدا وانسجام واتفاق بالرؤيه، وانا اعتقد ويعني ابشر اهل الانبار يعني ستكون هذه الدوره هي يعني مختلفه عن سابقاتها. اهم شيء كلكم انتخبتوا الحلبوسي؟ طبعا اكيد. ها تمام طبعا. يعني الان انتم على قلب واحد. احنا بقناعه تامه وكنا داعمين وعملنا الحلبوسي. انا الان اقتنعت انتم على قلب واحد فضل. يعني ليس فقط انه يعني انتخبنا الحلبوسي وانما عملنا وروجنا و سوقنا وهو ما يحتاج تسويق حقيقة. طيب. وهو طبعا إنجاز للعراق ليس في محافظة الأنبار حسب قناعتنا من خلال عملنا سوية معه في المحافظة، وجدناه يعني شابا مثابرا يمتلك من الطاقة ومن الإمكانية شيء الكثير، وإن شاء الله سوف يكون بصمة يعني جيدة للعراق وستكون إضافة لمجلس النواب بحيث يكون يأخذ دوره الرقابي والتشريعي، وإن شاء الله تعالى سوف يعني نذهب إلى بالمحافظة نحو المشاريع ونحو التطوير وإعادة الخدمات وإعادة البنى التحتية بالكامل، ونعمل على تشجيع الاستثمار، ولدينا إن شاء الله يعني مؤتمر خلال شهر تشرين الأول في العاصمة عمان، ونعمل ونعد لهذا المؤتمر ليكون يعني مؤتمر لإعادة الإعمار ومؤتمر لتشجيع الاستثمار لمحافظة الأنبار. جميل. بعد أن طوت صفحة الإرهاب إن شاء الله سوف نبدأ بصفحة جميل. الإعمار. أكو نازحين لا زالوا خارج الأب بالخالدية بالعامرية، يعني كثير أكو مكانات بنازحين. هذا الملف أنا أعرف أنت قريب من هذا الملف، وأكو معتقلين، وأعتقد أنه اليوم رئيس برلمان من الأنبار، فأكيد لازم كشف عن مصير معتقلين من أبناء محافظتكم. احنا طبعا احكي للنازحين وبعدين تعال نعمل بالضبط. بالنسبه لموضوع النازحين يعني ليس فقط في الانبار، يعني هنالك نازحين لم يعودوا الى مناطقهم. صلاح الدين عندنا، صلاح الدين بالموصل، موصل بدياله وكركوك ودياله ايضا. نعم كل هاي المحافظات فيها طبعا. لا جرف الصخر عوفوها الان يعني وضعها غير، لكن نحكي لذول. لا لا ما تنعاف ان شاء الله كل النازحين. ها يعني اكو امل معناها باذن الله تعالى. يعني احنا من خلال انا اذا رجعتوهم اول شيء جرف الصخر فانا ارفع لكم القبعه ولن انتقد البرلمان اطلاقا. لا لا انت من حقك تنتقد، هو الراي والراي الاخر، واكيد البرلمان سوف لن يكون برلمانين برلمان ملائكيا. نعم. ومن حقك كإعلامي تنتقد، ولكن احنا نتكلم الآن كمحور أو كتلة المحور الوطني وجزء من تحالف البناء، من خلال مشاوراتنا ولقاءاتنا المستمرة مع التحالف دائما نذكر أولويات عملنا القادم هو إرجاع النازحين وإعادة إعمار مناطقنا المدمرة، وكذلك البحث عن مصير المفقودين. هذه هي من أولوياتنا وكانت هاي من ضمن شروطنا للدخول ضمن هذه التحالف، وبإذن الله تعالى نحن تحالفنا مع الأقوياء وسنعمل بإذن الله تعالى من أجل حسم هذه الملفات الثلاث. ولكن أنتم بالكتلة الأكبر إن شاء الله تعالى. وبالنسبة لموضوع النازحين أستاذ مقداد، أكيد الموضوع بنوع من التعقيد، السبب هو يعني قسم كبير من هذه العوائل هي لديها مشاكل يعني أمنية. نعم. عشائرية. طيب. بسبب انتماء أبنائها لتنظيم داعش الإرهابي، وقسم يتعلق بالجوانب الخدمية والمالية وما إلى ذلك. بإذن الله تعالى أيضا مثل ما قلت سوف يعني نعمل لإنهاء هذه المخيمات، لأن لا تليق بالعراقيين بأن يبقوا داخل هذه المخيمات، وهي مخيمات يعني ايضا. لا السيد الحلبوسي من كان محافظ اغلق يمكن مخيم يعني كان رجل جاد ايضا متابعه انهاء هذه المخيمات. طريق شو اسمه الكيلو 118 او ايش مخيم 18، لان هذه يعني هي توجهات الدوله المركزيه ومطالبه كل الكتل السياسيه، لان المخيمات اليوم حقيقه هي ليست بيئه صالحه للسكن، يعني لانها في الصحراء و يعني فيها خدمات، ولكن بشكل عام لا تليق بالإنسان العراقي أن يبقى داخل هذه المخيمات. سنعمل إن شاء الله بكل ما نستطيع لإنهاء هذه المخيمات. وبالنسبة لموضوع المفقودين أيضا أثناء العمليات العسكرية، لدينا مفقودين في الموصل وصلاح الدين وكركوك والأنبار وفي ديالة حقيقة. هذا يعني هذا ملف أيضا مهم جدا سنعمل عليه إن شاء الله أيضا بكل قوة من أجل حسمه وإرجاع
المعتقلين منهم إلى أهليهم. جميل. من أجل غلق كل يعني ملفات أو آثار الحرب على داعش والتي خلفت يعني أضرار جسيمة في مناطقنا. منو الأكبر الآن، البناء أو الإصلاح والإعمار؟ يعني كتلة أكبر. يعني أنا أعتقد البناء هو الأكبر، والدليل بأن البناء هو اختار يعني رئيس البرلمان وهو من كتلة أو تحالف البناء. الأخوان في تحالف الإصلاح صوتوا إلى خالد العبيدي، لم يصوتوا إلى محمد الحلبوسي، ولذلك فمؤشر الكتلة الأكبر هو واضح مع تحالف. يعني الآن البناء نقول الإصلاح 89 معناها؟ يعني بهذا الحدود تقريبا، يعني أكثر أقل يعني قسم من الإصلاح صوتوا لمحمد الحلبوسي وخاصة من الكتل السنية بصراحة. جميل، خلي أسألك سؤال أخير، جلسة الثلاثاء القادم شنو راح تتضمن هاي الجلسة؟ يعني عدة أمور، ولكن انتخاب رئيس الجمهورية سوف يكون يعني نهاية الوقت المسموح. نعم. هو 12 هي أول يعني هو انتخاب رئيس الجمهورية، وموضوع البصرة راح يطرح، هل ما ذكر السيد عدي عواد أنه سيكون هناك استدعاء لبعض الوزراء وربما حتى إقالتهم، هم يعني قد راح يظلون بعد شهر يطولون ما يطولون؟ يعني ما عندي تفاصيل، يعني هو طبعا موضوع الإقالة مو موضوع مطروح حسب معلوماتي، ولكن ما ذهبنا به ورأيناه بأعيننا، وأيضا يعني تشكيل هاي اللجان اللي راح تأتي بخلاصة نتخذ من خلالها قرارات، ومثل ما ذكرت الأخت النائبة بأن أحد القرارات التي سوف يعني يصوت عليها المجلس بأن موضوع تدوير المبالغ يعني التخصيصات المالية للمحافظات سوف يعني نصوت بأن تكون ضمن الموازنة، بأن المبلغ الذي يخصص للمحافظة سين ولم يتم صرفه لأي سبب من الأسباب سوف يتم تدويره إلى السنة الأخرى حتى تستفاد من عند المحافظة ولا يذهب مثل ما يقول بطن الدولة، لأن هذا أيضا من المسائل المهمة جدا، وخاصة في مدينة مثل البصرة بين هنالك مشاريع متلكئة أو سوء إدارة، وبالتالي عملية صرف التخصيصات المالية لهذه المشاريع هي بطيئة وغير سليمة، لذلك طالبوا بأنه تكون هذه المبالغ هي مدورة إلى السنة اللي بعدها، وأنا أعتقد سوف يكون هذا القرار شامل لكل المحافظات، لأن ليس محافظات الجنوب الأخرى هي أفضل بكثير من البصرة، وإنما جميع محافظاتنا هي تعاني ولكن بنسب متفاوتة. جميل، الأستاذ يحيى المحمدي النائب عن تحالف المحور الوطني، شكرا جزيلا لك. خلي أختم بثلاث أمور، الأمر الأول يحصل في مدينة يثرب جنوب محافظة صلاح الدين أن هناك عناصر من الشرطة وحتى من بعض المنتسبين للحشد لا زالوا يأخذون خاوات، الناس انذبحت بموضوع اسمه بين قوسين الخاوات كل ما يعرفونه، ويأخذون 25,000 و10,000 هي ما تسوى، لكن يجمعون من الناس، وأي واحد اليوم ما يقدر يفتح محل إذا ما يدفع مبلغ وقدره لأنه على مود ينطونه موافقة شهريا من أصحاب المحلات على مود يستمرون بعملهم لازم يدفعون هذا المبلغ، هاي أمام أنظار السيد وزير الداخلية وأمام أنظار السيد رئيس الوزراء والسيد محافظ صلاح الدين وحتى رئيس البرلمان العراقي، هاي واحد. ثانيا ذكر السيد عدي عواد نقطة مهمة، أنه يجي مسؤول حكومي متنفذ بالحكومة ها ويجي للأسف الشديد يقطع الماء عن منطقة القبلة وسط البصرة والحيانية وغيرها من المناطق، يقطع عليها الماء انقطاع تام على مود يجي شو يسوي الأخ المسؤول، يجي يغذي الأسماك مالته أو على مود يملي أحواض الأسماك مالته بالماء، وبعدين من يخلص على راحته للليل يلا يرجع الماء للناس. هذه النقطة تحديدا تدل على شيء واحد، أولا إذا مسؤول حكومي وبهذا المنصب وتجي أنت تقطع الماء عن الناس زين لعدش خليت للمواطن، للأسف الشديد. نقطة ثانية، أمراض تفتك بالبصرة وعندنا في شارع واحد في مدينة الزبير 25 شخص مريض بالسرطان في شارع واحد، 25 شخص مريض بالسرطان في شارع واحد، طبعا هذا كله مخلفات الحروب ومخلفات النفط، فانظر شقد متضرر المواطن البصري من هاي المخلفات وما مستفاد شيء، ما عنده فلوس الآن حتى يعالج المرضى للأسف الشديد. المهم باسمكم أشكر
السيد النائب يحيى المحمدي النائب عن محافظة الأنبار وعن تحالف المحور، والسيد النائب عدي عواد النائب عن تحالف الفتح، والسيدة صفاء مسلم بندر النائبة عن البصرة عن دولة القانون. الشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة، نلقاكم الأسبوع المقبل في أمان الله. مع الناس مع مقداد الحميدان.